السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موقف عدل الذي جعله مغضوبا عليه في الجزائر أثار موجة كبيرة من الانتقادات، كان أبرزها من الإعلام حفيظ دراجية والذي اندفع عن حق اللاعب في اختياره للمنتخب الفرنسي على حساب الخضرة، إلا أنه وجه رسالة شديدة اللهجة لزميل إسماعيل بن ناصر عندما قال له: عدل الذي اختار فرنسا، لكن من الآن فصاعدا عليه أن يدرك أن الجزائر لن تكون خيارا بديلا إذ لم يتم استدعائه للالتحاق بمنتخب الدياكا، إذ من حق ياسين عدلي اختيار فرنسا أو الجزائر دون الحاجة إلى تبرير خياره باعتباره حاملا للجنسيتين، وطبيعي جدا أن يلعب في منتخب فرنسا الذي شارك معه 47 مرة في جميع الفئات الشبابية. لكن لا يجب أن تكون الجزائر خيارا ثانيا يضطر إلى اتخاذه اللاعب عندما تغلق أبواب فرنسا في وجهه، مثل ما حدثت مع حسام عوار الذي كان سعيدا باستدعائه للمنتخب الفرنسي الذي عمل جاهدا من أجل الوصول إليها، لكن بعد 3 سنوات عاد عن قراره كاشفا عن ندمه لاختيار فرنسا على حساب الجزائر وقائلا: إن الانضمام إلى المنتخب الجزائري كان خيار القلب، ملمحا إلى أن الخيار الأول كان للعقل والمصلحة الفنية والمادية والرياضية. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.